حياكم الله مشاهدينا إلى هذه المواكبة لأعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، وتحديدا لأعمال الورشة الشبابية تحت عنوان الأخلاق والرهن التي استضافها المؤتمر في يومه الرابع والأخير. وضيفتي في هذه الحلقة الطالبتين نجلاء المطروشي ونيكول وبرن. حياكم الله معنا على شاشة قناة الفجيرة. Welcome and thank you for being with us on فجيرة TV. Thank you. نجلة، تعرفين عن نفسك؟ نعم، اسمي نجلاء المطروشي، عمري 19 سنة، وحاليا أدرس الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة السوربون أبو ظبي. أنا في أول سنة جامعة. And Nicole. My name is Nicole. I'm 21 years old and I'm studying sociology and philosophy in Sorbonne Abu Dhabi. This bachelor will last 3 years and after that I will do my master's. Why did you choose to study philosophy? Well, in my opinion, philosophy is the base of everything. Philosophy gives us the way how we can think, how we can look at something in different views, and it gives you a wider range of possibilities to see to the world. And I wanted really to learn how to have a critical thinking. Mm-hmm. Critical thinking, I like it. And Najla. مثل ما قالت نيكول ووافقها الرأي، أغلب المفكرين الفلاسفة لهم فلسفة فكرية من البداية قبلية تعتبر، واللي هي تكون مبنية على السوفت سكيلز اللي يحتاجونها في كل وظيفة، اللي هي critical thinking, ability to go outside of the box, التفكير خارج الإطار. ومن هذا المنبر توقعت انه يعني الفلسفة وعلم الاجتماع double bachelor degree، فأخذ شهادتين في نفس الفترة. فشغل وايد تعب، ولكن شيء أنا مهتمة فيه وايد. شو أضاف لك للحين دراسة الفلسفة؟ ماذا أضافت لك؟ قدرت الحين أحس من أفكر بشيء، لو حتى شيء معين، ما يكون عندي البريشر أو الضغط أني يكون في نتيجة واحدة، بل نتائج متعددة. في الفلسفة ما نعتبر أن في حقيقة واحدة حتمية، بل في عدة حقائق وعدة طرق نتجه فيها عشان نحل مسألة واحدة. فهالموضوع وهالميزة اللي ميزت الفلسفة أن نحن نقدر نقرر كيف نقدر نكمل يعني إجابة واحدة. غيرت طريقة تفكيرك؟ من سكراتش، من البداية غيرت تفكير طريقة تفكيري، لأن أغلبية المواضيع اللي نتحدث فيها في الكلاس، نحن تعتبر جامعة علمانية، فالمواضيع حساسة بالنسبة لنا ما نتحدث فيها في المجتمع، ولكن هالمواضيع الحساسة من نتحدث فيها تظل يعني علمية، ما فيها لا deviation، ما فيها تطرف تفكير من جهة معينة أو جهة عاطفية. فقدرت من خلالها أني أميز بين التفكير العاطفي وإيماني أنا ومبادئي أنا، وأخليها على طرف وأشوف المسألة مثل ما هي. نيكول، how did philosophy and studying philosophy change your way of thinking? And that's interesting because actually since I started to study philosophy, I started to act less with my emotions and look more rational to a subject. I don't judge things by its situation. I just start to look at everything more calmly and with more impression and more motivation to learn more about the subject. Even if I don't like a subject or a situation in life, I started to... Sorry, even if you were put in an emotional situation, you want to react emotionally? Less than before. For example, if I have an exam and maybe I feel stressed, I'm not stressed because I know I have to think more. I have to think like as if I am from every part, in every corner, and I look at this subject, and it really helps me getting more calmly, even myself. It's not only academic-wise, it's really also personal-wise. Mm. That's why it's really important. It helps us to practice our thinking, to think how we must think and how we must react. نجلاء ونيكول، شاركتم بورقة عمل مهمة جدا بعنوان حدود المصلحة الذاتية. نجلاء،
نريد يعني أن نتعرف على هذه الورقة، على محاورها، على مضمونها. لماذا تم اختيار هذا العنوان؟ وإلى ما تطرقتم وما هي المصادر التي لجأتم إليها لإنجاز هذا المبحث؟ نحن عبر العصور ميزنا بين أنا ونيكول أن حدود المصلحة الذاتية خذوها أكثر عن فلسفة أخلاقي معين. ما اعتمدنا على فيلسوف واحد بل ثلاثة فلاسفة، واللي هم اثنيناتهم منهم فلاسفة عرب وكانت. نحن فحتى نحن في الكورسات اللي ناخذها في الكلاسات ناخذ وايد عن كانت، عن مسألته والمسألة الشهيرة واللي هي حدود المصلحة الذاتية ومصلحة البشرية جمعاء. فبينا وين العلاقة من بينهم، هل في إذا نحن كان لنا فعل معين محدود للمصلحة الذاتية، هل نقدر نبين لهم إنه يعني في إفكت، في أثر للمجتمع أم لا؟ فمن هذا المنبر تحدثنا عن كيف كانت خذ وايد من فلسفته، من الفلسفة اليونانية والفلسفة العربية، ومنهم كان الفارابي وابن سينا. فكانت فلسفة الفارابي هي فلسفة السعادة، ومن بين الكلاسيفيكيشن أو من بين التخير بين الخير والشر وصل إلى إدراك الكمال، أو هي شو هي كمالية الإنسان، وأن نحن في المخلوقين من يعني كانت غايتنا الوسيلة أو الغاية الوحيدة هي وصول إلى السعادة. بس كيف نوصل للسعادة؟ هل لنا مصالح معينة؟ هالمصالح الذاتية المعينة هل لازم تكون فيها contribution، فيها أثر رجعي أثر للمجتمع أم لا؟ بما أنك أثرت موضوع السعادة وتحقيق السعادة الذاتية، هل تعتقدين أنه القيام بعمل أخلاقي ما هدفه وصول الشخص إلى السعادة؟ هاي اللي نحن كنا نبغى نعرفه في يوم سوينا research، يوم سوينا البحث. وهل يعني هل كل عمل نعمله هل هو للمصلحة الذاتية في النهاية أم هل هي للسعادة؟ تمام. وهل هالسعادة تكون فقط راجعة لنا أم راجعة للمجتمع كامل؟ فمن هذا المنبر تحدثنا عن نظرية السعادة للفارابي. ونظرية السعادة للفارابي تتحدث حتى عن الشمولية أو الأخلاق العالمية، واللي هي أن نحن في النهاية نعم نطمح للسعادة دائما. نحن في كل فعل نفعله، حتى لو الشخص يقول أنا تعيس وأنا ما بأكون سعيد، في النهاية نحن نحتاج السعادة. ها هو كمايتنا نحن كإنسان كبشر في المجتمع لازم نحقق السعادة. فهالأخلاق هاي اللي هي تنمينا وين نتجه. هل هالسعادة بتكون أخلاقية أم هل السعادة بتكون مضرة لنا نحن ومضرة للمجتمع؟ Why did you choose this topic, Nicole, and how did you cooperate with Najla to get this done? So actually we thought about, first of all, it's about the contemporary world. So we thought, okay, which subject could fit in the contemporary world? And we thought, let's not do digital technology and so on, because we already have a lot of covered subjects. So when we start to think about our subject, we thought about what is in the contemporary world. So since we already have a lot of subjects on the digital technologies, we thought, okay, let's do something about self-interest. Because in my opinion and in Najla's opinions, we thought we're in the world where now everyone thinks more of himself. Everyone takes more time to think, what are my pleasures? What do I want in life? We started to value more our own interests than interests of other people. So then we thought, okay, we need something that covers the Arabic philosophy and the European philosophy to cover like the most important part of the world. And then we decided to go with Kant and Al-Farabi and Ibn Sina, because they all went to the same direction. And then when we started to work on it, we found the categorical imperative, the universal law, which fits really well with what
Ibn Sina said about fulfilling the happiness, because it kind of works together. And yes, so we covered actually a huge part of what we wanted to say. Unfortunately, we couldn't put everything, but yeah, I think it's But you covered the topic from all the aspects, actually, all the essential aspects, yes. At least, because I've attended the panel and I've heard what you were talking about. It's really great topic and great work you've done, actually, ladies. نجلاء, من من الفلاسفة يعتبر مثلك الأعلى أو أثر فيك at least يعني بحد أدنى من خلال نظرياته والدراسات اللي يعني عرفتيها؟ أنا الصراحة للآن أعتبر أرسطوتل أنه يكون أكثر فيلسوف، أعتبره أنه يعني بدع البنايات الصح، كانت بنيته للتفكير صح، لأن الأساسيات أكثرها ما أظن أن أغلب الناس يعتبرونه، بس أنا أشوف أن نظرياته وايد ملائمة للدين، وايد تحث على القيم الأخلاقية اللي موجودة في ديننا نحن. فمن خذيت أرسطوت خذيته بالفرنسي أول، فبديت أفهم كيف أن حتى لو الغرب عندهم تفكير غير، ولو تشوفين عالمنا نحن وعالم الغرب الحين totally different، اثنيناتهم في اتجاهين مختلفين، ولكن أسس التفكير الغربية وأسس تفكيرنا نحن بنت على نفس المجال، على نفس المواضيع وعلى نفس المواضيع الحساسة، فيبين لك أن حتى لو نحن شتى بقاع الأرض كلنا عندنا نفس التفكير. في النهاية نحن نتساءل على نفس الأسئلة، نحن ليش موجودين على الأرض، نحن شو أهميتنا، شو هي الأخلاق، شو هي كيف نحن هو بدأ بالأسئلة الوجودية الحقيقية، يعني اللي هي كل إنسان ممكن تطرأ لذهنه، يعني هو عالجها. فنحن كمسلمين وأنا كموجودة في مجتمعنا نحن ما تطريها، ما تيني هاي التساؤلات، لأنها موجودة عندي، موجودة كثابتة عندي كقاعدة في حياتي. فهل ما يوم أقرأ أرسطوت وأقرأ بلاتو أشوف أن تفكيرهم لو أنا ما كان عندي ديني ما كنت بعرف كيف بتجه، فاتجاههم حتى بدون الدين اتجهوا على قيم أخلاقية موجودة في ديننا نحن. فأشوف أرسطوت من أبرز الفلاسفة الأخلاقيين بالنسبة لي. نيكول، what did you benefit from your participation today in the panel and attending the Fujairah International Philosophy Conference? Actually, really much. First of all, having a subject on which you work on is quite the first experience to do so, because since we're in the first year of philosophy and we just started to work on a philosophy concept, it was hard. How long did it take you to accomplish all this, to get all this done? Like one and a half months, like all together. And you cooperated together? Yes, under exactly. The supervision of any professor or? كان دكتور yeah. باسل yes. ودكتورنا نحن دكتور الفلسفة العامة في جامعتنا. دكتور كلود. Hey. Claude yes, Spack. As well, yeah. Yes, exactly. So, we gave our opinions. It was the first time we could express actually our thinking and our ideas, which was already a big step. And then to have the opportunity to present it was also really a good experience, because for us students it's not usual or not common to present with a huge audience and a really sensible also subject. And it was quite a challenge to come here and present something which you have to know the concept, and it gives you as an individual so much experience and also excitement about what comes next. And I think it's a really, really nice chance we got, because with this we learn how we can do it in future, and with this we have the possibility to express ourselves. Because it's not usual in everyday life. And so you deserve this chance, oh, thank by the you way. نجلاء، بعد ما أنجزتم هذا البحث، ماذا تعلمتي؟ هل تعلمتي قيم جديدة من خلال هذا البحث؟ هي نعم، فنحن بالنسبة لي أنا كنت دائما أشوف أن الأخلاق نسبية لحد ما.
إن كل شخص له أخلاق معينة وله تصرفات معينة وكيف هو يبين أو يبرز نفسه في المجتمع. ولكن عقب ما قرأت ابن سينا والفارابي وقرأت بعد أرسطوتس وكانت كلهم يرمزون لموضوع معين وهي الأخلاقية الأخلاق العالمية. فهاي المقولة الشهيرة كانت من كانت واللي هي افعل ما تريده لك وللآخر، أو ما تريده لنفسك أو للمجتمع الآخر. فهالتفكير بين لي إنه يعني حتى نحن لو نشوف إن الموضوع المصلحة الذاتية مصلحتنا لنفسنا بس في النهاية يعود لنا بعد للمجتمع كامل. فبين لي إن في أخلاق عالمية راسخة ما تتغير على مر العصور، وطريقتنا نحن الاتجاه نحو هاي الأخلاق قد تتغير، ولكن في النهاية نحن مصلحتنا والمصلحة البشرية العامة نفسها وهي تحقيق السعادة. بالفعل يعني إيمانويل كانت قوله الشهير افعل كما لو أن قاعدة فعلك ستكون قانونا عاما. ولكن نجلاء، لما تتقاطع المصلحة الذاتية مع المصلحة المشتركة أو المصلحة العامة تعم قيم الخير، يعني إذا أنا مصلحتي الذاتية نفسها المصلحة العامة أو المصلحة المشتركة تعم قيم الخير، ولكن ماذا يحدث عندما يتعارضان؟ المقولة كانت لكانت تشمل هالمشكلة، إن عندما تتعارض الأخلاق أو التصرفات الفردية تعارض مع المصلحة للمجتمع كامل، هني يرى الإنسان لازم يحدد إلى أي مدى يستطيع أن يفعل فعله بدون ما يكسر القواعد هاي الشهيرة اللي حطاها كانت واللي برز فيها حتى الفارابي، واللي هي إن الأخلاق النبيلة لازم ما تكون فقط بس لمصلحة الشخص بنفسه ولكن مصلحة المجتمع أيضا. تمام. فحتى لو المصلحة الذاتية كانت تتعارض مع مصلحة المجتمع بشكل مصلحة عامة، هنا لازم نحن نقرر كيف نتجه لها المصلحة. هي هالاتجاهات هي اللي تغير إذا كان الموضوع خير أو شر. فالمصلحة الذاتية حتى لما تتعارض فقط في طريقة الاتجاه ولكن ليست في النهاية، في نعم. الوصول النهائي وهي السعادة النتيجة. تماماً. نيكول، in your paper you have reached a conclusion which says we need ethical values or moral values that controls our ego. How can we develop those values, you think? Well, since we live in the world of where the individualism is really important, we kind of also need rules which control them. So this means actually we should act on our self-interest. This is really important because like this we can give ideas to contribute to the future. That means we can always develop new things to the better world. But if we act only in our self-interest, there will be a difficulty with people who are not in the same opinion. So we need also a universal law, how Kant said, to make a rule out of it, to don't go to a chaotic situation. So in my opinion, it is really important to have your own opinion, own interest, but we need to keep in mind that there is a certain morality, the universal morality, which you have to follow. Thank you very much, ladies, for everything. Thank you for being with us, and thank you for your paper, and thank you for your thoughts, and thank you for your vision. You did an excellent job. We're all proud of you. شكرا نجلاء، شكرا على هذه المشاركة وعلى هذا الطرح القيم المستدرك المستدل حقيقة، وشكرا على هذه المشاركة معنا على شاشة قناة الفجيرة. شكرا. Thank you very much.
أود أن أرحب أيضاً بالطالبة شيخة الشمالي، الطالبة المتميزة من جامعة السربون أبو ظبي قسم الفلسفة وعلم الاجتماع. حياك الله معنا على شاشة قناة الفجيرة شيخة. أهلاً فيك، شكراً. أهلاً فيك. أهلاً بك. ما شاء الله كنت أيضاً مشاركة في ورشة الشباب بعنوان الأخلاق والرهن من خلال ورقة عمل متميزة بعنوان التربية والقيم الأخلاقية، قيم الخير والشر. لو تعطينا إجازاً عن فحوى ورقة العمل هذا. اخترت التوبيك لأن أحس الشيء وايد مثير للجدل بين الناس، إن كيف الشخص متربي أولاً، من وين تطلع أخلاق الشخص، وكيف من وين نعرف لو هاي القيم الخير ولا هاي القيم شر أصلاً. فطبعاً تكلمت في on stage إن كيف القيم نحن ناخذها من، مو بس من الأهل طبعاً، ناخذها من الأهل، من المدارس، من المجتمعات، من الاجتماعات، من النوادي، وهالشيء وايد يأثر في الشخص، خاصة الطفل وهو يكبر هالشيء وايد يأثر في داخله، لأنه مو بس إنه متعلم من أمه وأبوه، لأنه ما يعيش بس في البيت، الشخص مو ب 24 ساعة في البيت، طبعاً يطلع ويتعرف على ناس ثانيين ويختلط بين الناس وياخذ أخلاقياتهم. وخاصة بعد قيم الخير والشر، يمكن أنا هالشيء وايد مثير للجدل، إنه يمكن أنا الشر بالنسبة لي يكون خير بالنسبة لك، ويمكن شر بالنسبة لك يكون خير بالنسبة لي. طبعاً في وايد إنه جدل في هذا الموضوع. لماذا اخترتي هذا الموضوع تحديداً شيخة؟ لأن أنا شفت كيف العالم الحين قاعدين يتغيرون من بيتهم. تشوفين مثلاً، نعطيك إكزامبل، وحدة طالعة متربية من بيتها وكل شيء، تصير نقول الجامعة، تشوف الأخلاقيات حولها completely different، وايد غير، تأخذ أخلاقياتهم وتكون إن البنت كأنها completely different person، أخلاقياتها. مثلاً لو البنت كانت متسامحة وتكلم الناس وايد لطيفة، وشافت اللي حولها ما كانوا في الجامعة استوت مثلهم، بس ليش أنت تغيرين من هالشيء داخلك؟ إن هالشيء أنت تربيتي عليه هالشيء صح؟ هذا ربما يقودنا إلى قول ابن خلدون أن الإنسان ابن بيئته، وهو يتأقلم، يؤثر ويتأثر بكل ما حوله. فيمكن بطبيعة الحال متواجدة ببيئة أو بمحيط لا أخلاقي سوف يغير من سلوكها بعض الشيء. ولكن شيخة، برأيك من خلال هذا المبحث التي غصتم بكل محاوره، ما هي البواعث التي تدفع الإنسان للإتيان بعمل أخلاقي أو نظير لا أخلاقي؟ كل شخص بالنسبة لي إنه هو يعرف شو الصح وشو الغلط بموضوع كبير. كل شخص له حرية الذات إنه يعرف إنه شو الصح وشو الغلط، بس يمكن إن الشخص يبقى يكون من أو مع هذه المجموعة من الناس، فيغير من نفسه بس عشان يدخل هالمجموعة. وبالنسبة لي أحس أنا كشيخة هالشيء وايد غلط. لو أنا أشوف عمري أدور الناس اللي مثلي، أنا ما بتخل في مكان ثاني ما يتقبلوني إلا لو تغيرت. أنا ليش أغير من أخلاقي، من تربيتي، من احترامي عشان أدخل في شيء صح لك حرية الذات تسوين هالشيء، بس في نفس الموضوع، في نفس الفكرة، يمكن حرية الذات ساعات ما تعطيك تسيرين في الطريق الصح، يمكن تعطيك الطريق الغلط، والطريق الغلط مو بس تمشين عليه وخلاص بتعيشين حياة زينة، طريق الغلط فيه وايد أشياء. الله تعالى قال في القرآن: عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الموضوع أحس يفسر كل شيء تماما. وأي إنسان في بداخله صوت، ربما هو سلطان داخلي إذا ما صح التعبير، يوجهه إلى القيام بفعل ما، سواء فعل إيجابي أو سلبي، سواء أخلاقي أو غير أخلاقي. ولكن هنا ربما تقع المسؤولية على عاتق التربية. كيف يمكن للتربية توجيه أو تنمية هذا الصراع الأزلي بين الخير والشر؟ في مقولة يحيى بن عدي يقول إن كل شخص يعرف هو يبقى أحسن وأفضل الأشياء لنفسه، وهل أفضل الأشياء لنفسه أنت تتعلمها من أنت تكبر. مثلاً نقول في البيت أنت شيخة لازم تكونين مثلاً فيلسوفة، شيخة ها طموحك، لازم تكونين تي، لازم تتكلمين، لازم تسمعين الناس، ولازم تعطين رايك. عقب أدخل في المدرسة، يعلموني يوم تعطين رايك لا تعطين رأي كاستهبال،
يعطوني قيم أخلاقية، كيف تعطين رايك، كيف توجهين وجهة نظرك للناس بدون ما تكونين يعني not professional. وبعدين أنت تطلعين في العالم الأخير في حياتك، يعني you're working، وكل اللي تعلمتي كل القيم الأخلاقية تغير من نفسك وانت تتكلمين، تتغير أنه أو صح أنا تعلمت شي من الصغر، أنا أمي قالت لي شي، أنا معلمتي قالت لي شي، فهل القيم والأخلاق تنولد ويانا من نحن صغار وتمشي ويانا مسيرة حياتنا كلها تماماً، ومنهذبها ومنسقلها مع الزمن ومع الوقت ومع المواقف أيضاً والأماكن ومع من نحتك ربما، سواء بالعمل سواء بالأسرة الأخرى عندما تتزوجين وهكذا، وسوف يعني تتناقل هذه الأخلاق وهذه القيم من جيل إلى جيل. أشكرك جزيل الشكر شيخة شميلي على هذا المبحث القيم وورقة العمل الثرية التي شاركت بها بأعمال المؤتمر. شكراً شكراً لك. شكراً. إذن مشاهدينا، من خلال ما شاهدناه ومما تقدم من أعمال، نستطيع القول وبقلب مطمئن أن المستقبل واعد زاهن بإشراقة شباب مبدع باهر. دمتم بخير.